حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. نقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله فيما يخص مستجدات قضية توقف صادرات نفط كردستان العراق عبر تركيا، قال إن شركة تشغيل خط الأنابيب لم تتلقى أي إشعار باستئناف تصدير النفط. وأضافت الوكالة أن بغداد لم تطلب من تركيا استئناف تصدير النفط إلى كردستان العراق، وأن تركيا تريد التفاوض مباشرة حول موضوع التعويض قبل استئناف تصدير النفط. أغلق خام البصرة الثقيل على انخفاض بلغ 26 سنتا ليصل إلى 82 دولارا و36 سنتا، إلا أنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت دولارا و73 سنتا. وأغلق خام البصرة المتوسط على انخفاض بلغ 26 سنتا ليصل إلى 85 دولارا و84 سنتا، إلا أنه سجل أيضا مكاسب أسبوعية بلغت دولارا و74 سنتا، فيما أغلق خام برنت على ارتفاع بمقدار 22 سنتا ليصل إلى 86 دولارا و31 سنتا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت دولارا و119 سنتا. هذا وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع أيضا بمقدار 36 سنتا ليصل إلى 82 دولارا و52 سنتا للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية كبيرة بلغت 6 دولارات و75 سنتا. أكد البنك المركزي العراقي ضرورة إلزام جميع مقدمي السلع والخدمات داخل العراق بسعر الصرف الرسمي واستخدام الدينار. وأصدر البنك ثلاثة إعمامات تلزم أصحاب المجمعات السكنية والشركات بسعر الدولار الرسمي والتسعير بالدينار، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الذي نص على إلزام الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص بتسعير منتجاتها بالدينار واستلام العملة المحلية بسعر الصرف الرسمي. أحالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أكثر من 1200 تاجر إلى القضاء خلال الربع الأول من العام الحالي لارتكاب مخالفات تموينية وعدم الالتزام بالأسعار المحددة لبعض السلع. وقال مسؤول التجارة الخارجية في الوزارة عماد البزر، قال إنه يتم فرض رقابة يومية على الأسواق في مختلف المحافظات لمتابعة التزام التجار بالتشريعات الناظمة للسوق والسقوف السعرية التي تحدد لبعض السلع لمواجهة المغالاة والارتفاع غير المبرر الذي يحدث أحياناً. وأضاف أن القانون تضمن عقوبات مشددة وصارمة بحق المخالفين، منها غرامات تصل إلى أكثر من 4000 دولار وأحكام بالسجن تصل إلى 6 أشهر. أبرزت دراسة استقصائية أجرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن 32% من استثمارات الشركات خارج ألمانيا تهدف إلى توفير التكاليف، حيث يغادر عدد من الشركات السوق المحلية بنسبة أكبر مما كانت عليه منذ 15 عاما. وبحسب الدراسة فإن من أسباب هجرة الشركات الهرب من التكاليف البيروقراطية مقارنة مع النشاط التجاري في الخارج، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض والذي يجعل الاستثمارات أكثر تكلفة والعبء الضريبي أيضا، إضافة إلى كل ما سبق في وقت تجتذب دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين على وجه الخصوص الشركات بأساليب الدعم التي تنتهجها. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.